المؤمنون يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء، والعتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة البرامج العزائية. خلافات تؤجل انتخاب رئيس لمجلس النواب، وبرلمانيون يحذرون من تداعيات التأخير. السيد الحكيم يلتقي أعضاء كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، ويشدد على تقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الانتخابي. مشاركة واسعة للشركات العربية والأجنبية في معرض بغداد الدولي، وبلدان عدة ترغب بتوسيع مساحة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق. السلام على ابن الطيبين، السلام على عاشر أئمة المؤمنين وخير المتقين، سلام على الإمام الذي قاوم الطغاة العباسيين، سلام على جسد صارع الظلم وكابد تجرع السم وتحمل الويلات، سلام على صاحب القبة الذهبية وابن صاحب البيعة الأبدية. هكذا هوت قلوب لكم آل البيت وتعلقت بحبكم جموع الزائرين، توافدت وتعلقت وقبلت باشتياق باب الضريح والشباك، وجددت البيعة والمسيرة بطريق الهدى. هو الهادي عاشر الأئمة عليهم السلام، رمز من رموز مقاومة الضلالة والطغيان. سلام عليه يوم ولد ويوم استشهد مظلوبا ويوم يبعث حيا. أهلا بكم. يحيي المؤمنون ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء وسط استعدادات أمنية وخدمية مكثفة. وفي ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، يتوجه المؤمنون إلى هذه المدينة لإحياء ذكراه الأليمة وزيارته، طلبا للقربة إلى الله تعالى لقضاء حوائجهم واستلهام الدروس والعبر من سيرة حياته الشريفة، كما يفعلون في زيارتهم لسائر مراقد الأئمة الأطهار والأولياء الصالحين. وتأتي هذه الذكرى وسط استعدادات أمنية كبيرة لتسهيل حركة الدخول والخروج للزائرين الوافدين من سيابية عادية. هذا النصر رحم الله والديك. والنجم والعلق من جهتها، أعلنت العتبة العسكرية المقدسة استعداداتها لإحياء زيارة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. وشهدت العتبة العسكرية المقدسة إقامة البرامج العزائية واستقبال المواكب والمعزين لهذه الفاجعة الأليمة، حيث شهدت توافد المؤمنين المعزين لإحياء زيارة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام وسط مشاركة أصحاب المواكب لتقديم الخدمة للزائرين وتعاون القوات الأمنية لإنجاح الزيارة. يا فاطمة ناديك طول على الهادي، على الهواء على حب أهل البيت عليهم السلام وحب الإمامين العسكريين عليهم السلام، يبذل الإنسان كل ما لديه لخدمة الزائرين، كما يفعلن عدد من النساء في موكب الخدمة. المزيد في تقرير جميل الغزالي.
هؤلاء النسوة اجتمعن هنا لإدارة هذا الموكب الخدمي الذي يتم تمويله من قوتهن اليومي لخدمة زائري العتبات المقدسة، وهن اليوم يتفرغن تماما لخدمة المعزين في ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. حب الحسين اجمعنا وإن شاء الله تدبر. احنا ثلاثة أخوات ويانا علوية محيدر ويانا جارتنا. احنا هنا كادر نسائي، الموكب ينصب إن أبو علي من سيد محمد ينصب إن، وإحنا نجي كادر نسائي من ناكون بغداد. إحنا وافدين من محافظة الديوانية سيرا على الأقدام، كل ما إن شاء الله زيارة الحسن العسكري وزيارة الإمام الهادي الطريق، إحنا الوافدين به من محافظة الديوانية لحد الآن الخدمات موجودة. يا ابني شكون عليك يا ابني، ودول ابني زماني بيك دول ابني. وسط أنين المعزين في المرقد الطاهر، اتخذ القائمون على العتبات المقدسة والقيادات الأمنية في سامراء المقدسة إجراءات مهمة تسهم خدميا وأمنيا في إحياء هذه المناسبة العظيمة. وضعت خطة من قيادة عمليات المشتركة، أخذ على عاتقنا احنا كقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي المتمثلة بالألوية 41 و42 و43، حماية الطريق للزائرين من بغداد إلى سامراء. هذا الطريق أمنة بأكتاف بعمق 5 كيلومتر تقريبا. أيضا لدينا مفارز ولدينا نقاط انتشار بهذا الطريق، ولدينا وفي هذا الطريق لدينا مكافحة متفجرات مسح ميداني، ولدينا كاميرات وجهد استخباري متميز. داخل المرقد توزع آلاف الوجبات من الطعام والمبيت. المواكب الحسينية المحيطة في المرقد قدمنا لهم كل ما يحتاجون من كهرباء، من ماء، من تنظيف، من كل الأمور اللي يحتاجوها. احتضان الحشود القاصدة للعتبة العسكرية المقدسة وتقديم الخدمات اللازمة لها خطة تكللت بالنجاح واتضحت من خلال الجهود المبذولة. من فرات جميل الغزال، محافظة صلاح الدين. نفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي عملية لتأمين طريق زائري سامراء المقدسة المتوجهين لإحياء زيارة الإمام الهادي عليه السلام، ونفذت العملية الأمنية شمالي حزام العاصمة بغداد في قطع عمليات قضاء الطارمية لبسط الأمن وتعزيزه للزوار المتوجهين صوب مدينة سامراء المقدسة لأداء زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. وباشرت القوة بتفتيش وتأمين مساحة واسعة النطاق ضمن قاطع المسؤولية ونشر نقاط المرابطات في قضاء الطارمية الواقعة شمالي حزام العاصمة بغداد. رفع مجلس النواب جلسته جلسة انتخاب رئيس له بديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي إلى إشعار آخر، وذلك بعد إتمام الجولة الأولى. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن الجولة الأولى انتهت بفوز النائب شعلان الكريم بعد حصوله على 152 صوتا، تلاه النائب سالم العيساوي بحصوله على 97 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار على 6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي على صوت واحد. طبعا تبقى مسألة انتخاب رئيس لمجلس النواب بدلا من محمد الحلبوسي عصية على أعضاء البرلمان، فالخلافات السياسية وعدم اتفاق الكتل السنية على الدخول بمرشح متفق عليه كلها عطلت حسم القضية في جلسة السبت. المزيد مع تقرير أحمد الزيدي.
مرة أخرى لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس جديد له خلفا للحلبوسي، فالخلافات السياسية وعدم اتفاق الكتل السنية على الدخول بمرشح متفق عليه كلها عطلت حسم قضية اختيار الرئيس رغم استمرار الجلسة إلى منتصف الليل، والتي لم يكتمل فيها التصويت في الجولة الثانية بعد جولة أولى حصد فيها مرشح تحالف تقدم شعلان الكريم 152 صوتا، يليه مرشح تحالف عزم سالم العيساوي 97 صوتا. التحديات القادمة هي تحديات أمنية واقتصادية، تحتاج إلى شخصية معتدلة لها تجربة سياسية سابقة مقبولة تتسم بالنزاهة بالاعتدال وإلى آخره. حصرها في شخصية جدلية لها تاريخ فيه ملاحظات في محافظاتنا والوسط والجنوب يعني عقد المشهد انتخاب رئيس مجلس النواب. اختيار رئيس جديد لمجلس النواب سيفتح الباب أمام البيت التشريعي بحسب برلمانيين لحسم القوانين المعطلة والمهمة، لا سيما تلك التي ترتبط بحياة المواطن العراقي وتدعم عملية تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في البلاد، لذا فإن استمرار التأخير سيعطل الحياة ويفقد المواطن ثقته بالعملية السياسية برمتها. بانتخاب رئيس دائم لمجلس النواب للسنتين القادمتين الباقية من عمر المجلس يعطي مجلس النواب جدية أكثر واندكاك في العمل ومتابعة لعمل اللجان التخصصية النيابية كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تمرير القوانين المهمة والتي نؤكد عليها، منها قانون النفط والغاز، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الحشد الشعبي، إخراج القوات الأجنبية من العراق. ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية جملة لقاءات وحراك لإنهاء قضية اختيار الرئيس وفق التوافقات، مع تأكيدات برلمانية على ضرورة أن تكون هذه التوافقات وفق المصلحة الوطنية للمصالح الشخصية والفئوية. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. هذا وصوت مجلس النواب على إضافة فقرة ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب. وخلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان صوت المجلس على إضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للبرلمان المتمثلة بإعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كان سابقا بدل الرئيس ونوابه، بحيث تصبح الصلاحيات ملكا للهيئة. ومنذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له، إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات. التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد حكيم أعضاء كتلة التحالف في مجلس المحافظات مباركا لهم الفوز في الانتخابات. بيان لمكتبه أشار إلى أن السيد الحكيم دعا خلال اللقاء إلى الحضور الميداني والتواصل مع الجمهور وإدابة التواصل مع المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، مشددا على الالتزام السياسي والعمل على تقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الانتخابي، فيما دعا إلى تغيير الحالة النمطية المحيطة بمجلس المحافظة في المراحل السابقة. وشدد السيد الحكيم على أهمية التكاملية مع مجلس النواب وتكوين فريق عمل من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة. طبعا كان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم قد دعا إلى استنساخ نجاح تجربة ائتلاف إدارة الدولة وأيضا تفعيلها في تشكيل الحكومات المحلية بآليات تنسجم مع طبيعة تلك المحافظات. لقد استطاع ائتلاف إدارة الدولة تشكيل حكومة دولة الأخ السوداني في ظروف صعبة وتحديات خطيرة، واستطاع من خلال وحدته واتفاقه على إنجاح سعي الحكومة في تحقيق إنجازات كبيرة من حيث الاستقرار السياسي ودفع عجلة البناء والتنمية في البلاد.
وهذا ما يجعلنا متمسكين بهذه الآلية الوحدوية لاستكمال الطريق ونقل التجربة إلى مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية. فالتجارب الناجحة يجب إعمامها وتكرارها وتطويرها، ولذا فإنني أدعو إلى استنساخ تجربة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومة الاتحادية وتفعيلها في تشكيل الحكومات المحلية بآليات تنسجم مع طبيعة تلك المحافظات. فالاستقرار السياسي وإدارة التنمية وتطوير البنية الاقتصادية لا يمكن اجتزاؤها واقتصارها على المركز دون المحافظات والمدن العراقية جميعها. إلى ذلك أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نجرذان برزاني على أهمية تشكيل حكومات محلية أساسها الفرق المنسجمة والكفوءة. السيد الحكيم شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من استقرار على كافة المستويات، مناقشا مخرجات الانتخابات المحلية الأخيرة وما رسمته من خارطة سياسية في محافظات البلاد، فيما أكد سماحته على أهمية استثمار المرحلة للارتقاء بواقع المحافظات الخدمي والتنموي، داعيا لاعتماد الدستور والقوانين النافذة أساسا في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم. رهن الاتحاد الوطني الكردستاني مباحثاته مع الحزب الديمقراطي بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات. القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي أكد في تصريح له أن من أولويات العمل البدء بالمباحثات مع الحزب الديمقراطي خصوصا في كركوك ونينوى، مضيفا أن جميع الكتل السياسية تراقب وتنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات، كما أشار إلى أنه بعد المصادقة على النتائج سيتم زيارة الحزب الديمقراطي للتحاور والتشاور على تشكيل الحكومات المحلية في كركوك ونينوى. أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أن عدد القرارات المستلمة من الهيئة القضائية للانتخابات على الطعون المقدمة للمفوضية بلغت 248 قرارا. وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان إن الأغلبية العظمى للقرارات كانت بالرد، كون أن المفوضية قد قامت بإعادة واحتساب وتدقيق الأصوات وفق إحكام القانون. وأضاف أن مجلس المفوضين استلم 2 من الطعون من الهيئة القضائية كانت تحتاج إلى إجابات لبعض الاستفسارات، وسيتم الإجابة عنها خلال 24 ساعة القادمة بعد إنجازها، مشيرا إلى أن المفوضية لم تستلم إلى الآن قرارا من الهيئة القضائية لفتح أي من المحطات أو عدها وفرجها. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن وفدا منها سيزور محافظة أربيل لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية للإقليم. المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي أكدت في بيان أن هدف الزيارة هو للتباحث مع رئاسة الإقليم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، مبينة أن اليوم 16 من الشهر الحالي سيكون اللقاء لتحديد موعد الانتخابات. للمزيد مشاهدينا مزيد من القراءة والتحليل أيضا ينضم معنا مباشرة الرئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. نرحب بك معنا في المرصد الخبري سيد عدنان. الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب تم تأجيله إلى إشعار آخر بسبب الخلافات، هل هي برأيك هذه الخلافات داخل
المكون السني أم أن المكون الشيعي معني أيضا بهذا الأمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذه ينوم على أن هناك أزمة حقيقية تتعلق في طبيعة النظام في داخل مجلس النواب وطبيعة العلاقات بين القوى السياسية التي يعني تشكل الدعامة الرئيسية للقرارات داخل مجلس النواب. نعم، قد يكاد يكون هناك ناس توافق وناس تعارض، ولكن عندما يتعلق الأمر بترشيح رئيس مجلس النواب بالتأكيد هذا الموضوع يأخذ جانب شمولي، يأخذ جانب عام، وهذا الجانب العام يجب أن توفر فيه خصال عديدة وتوفر فيه شروط عديدة، لعل أهمها هي شروط الوطنية وشروط القبول الشعبي وشروط القبول السياسي، وأيضا في نفس الوقت القدرة والقابلية على إدارة هكذا مؤسسة تشريعية تعتبر السلطة الأولى أو السلطة العليا التي هي مصدر القرارات، التي هي منتخبة من قبل الشعب، وهي المشرفة والمتابعة لعمل الحكومة، وهي التي ترشح رئيس الجمهورية وترشح رئيس الوزراء. فإذا نحن أمام حقيقة الأمر، المنصب هو ليس بالمنصب العادي وليس بالمنصب الذي يمكن أن يقال بأنه يمكن بالتوافقات أو يمكن بأمور بسيطة أو بكسر إرادات سياسية أو بأي صورة من الصور أن يكون هذا الممثل رئيسا لمجلس النواب، إنما أكبر من ذلك يحتاج إلى تفهم واضح، يحتاج إلى قابلية لعرض الأسماء والشخصيات تحظى بمقبولية واسعة داخل مجلس النواب وتحظى بمقبولية شعبية في الشارع. قلت السيد سراج أن هذا المنصب ليس منصبا عاديا، ليس منصبا سهلا، طبعا هو منصب رئيس، برأيك خلو المجلس من رئاسته يعني ما مدى تأثير اليوم على الفصل التشريعي على القرارات برأيك؟ نعم، أنا أميل إلى هذا السؤال الذي هو سؤال مهم، ولكن في نفس الوقت نحن نقول ما هي الأزمة الحقيقية. هناك أزمة حقيقية أدت إلى إقالة السيد الحلبوسي، وهذا معنى أن هناك نوع من الخلافات الواضحة من أن يكون رئيس مجلس النواب يتعرض إلى طبيعة من الاتهامات وتثبت عليه الاتهامات ثم يقال من هذا المنصب. هذا أمر كبير في دول العالم تطاح به رؤوس كبيرة، وهذا واضح، يعني أحزاب كبيرة وجهات كبيرة عندما تتهم بهذا الاتهامات وتقال، بالتأكيد يخف وجهها السياسي ويتعرض إلى نوع من الانكفاء السياسي. لكن في العراق نحن نجد العكس صحيح، عندما هناك إصرار على أن إعادة الكرة وترتيبها بشكل يكاد يكون يعني مؤلما بالنسبة للجمهور، ويريد كما تفضلت أن يكون منصب رئيس مجلس النواب قائما وفاعلا ويجب أن لا يخلو من ذلك. لكن مع ذلك أقول هذه أزمة، ولكننا علينا أن نتعلم التجارب، علينا أن نستفيد من هذه التجربة. أما من ناحية النظام فبالتأكيد وجود رئيس مجلس النواب مهم، ولكن مجلس النواب يمكن إدارته من خلال النائب الأول أو النائب الثاني. إضافة ذلك اليوم علمت بأن مجلس النواب يناقش فقرة من فقرات النظام الداخلي ليعيد إلى النظام الداخلي أهمية مجلس يعني هذه النقطة إدارة البرلمان. هذه النقطة بالذات كنت أريد أن أتحدث بها معك سيد السراج، يعني أضاف اليوم فقرة تعديل ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، يعني وهي تتعلق بتسمية هيئة الرئاسة. شنو الأسباب اللي برأيك أدت يعني إلى إعادة هيئة الرئاسة مرة أخرى؟ هو في حقيقة الأمر لو نظرت إلى العمل العام فعلا يجب أن يكون العمل اللامركزي هو جزء من عمليات التكامل المركزية، وهذا واضح جدا. اليوم عندما نتكلم عن رئيس مجلس الوزراء نتكلم عن رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس وزراء، أي بمعنى هو صوته كصوت وزير موجود، وبالتالي لدينا رئيس مجلس وزراء يتكلم 23 عنصرا أو عضوا. كذلك رئيس الجمهورية محدودياته في إدارة الدولة صلاحياته محدودة بموجب القانون. أما بالنسبة لمجلس النواب فمن الأفضل أن تكون إدارة مشتركة، والإدارة المشتركة تعني مشاركة مكوناتية، تعني مشاركة عامة، وبالتالي تحظى بقبول أكثر حتى لا يكون هناك شطط في اتجاه معين باتجاهات معينة، وهذا ما حصل في وقت الحلبوسي والآخرين الذين تم إقالتهم. رئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، كنت معي ضيفا كريما من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عقد المؤتمر الأول لمكافحة الفساد،
استعرض المؤتمر الجهود المبذولة في مكافحة الفساد خلال عام كامل بحضور عدد من النواب والوزراء والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد. وذكر المكتب أن رئيس الوزراء ثمن جهود جميع المتصدين لآفة الفساد، واصفا وقفتهم بالبطولية والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام وما تعنيه مواجهة حالة الفساد المالي والإداري. وقال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في كلمته بالمؤتمر إن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد وما تنجزه الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض. طيلة هذه الفترة وما يعنيه مواجهة حالات الفساد الإداري والمالي في بلد للأسف استشرت هذه الظاهرة وأصبحت عامل محدد لكل الخطط والبرامج والتنمية، وتبقى الخسارة الكبيرة أنها أفقدت ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وبالنظام السياسي، حتى وجدنا أن المواطن عندما يرى إنجاز بسيط يقول اليوم أحسست بأني مواطن عراقي، اليوم أعرف أن هناك دولة وهناك خدمات وهناك مؤسسات. في الوقت الذي خصصنا وصرفنا مليارات الدولارات طيلة سنوات. وجه وزير التجارة أثير الغريري الشركة العامة للمعارض العراقية بعرض مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات آسيا من خلال شاشات كبيرة في معرض بغداد الدولي. وذكر بيان للوزارة وزارة التجارة أن الغريري وجه الشركة العامة للمعارض العراقية بتهيئة الشاشات الكبيرة في داخل معرض بغداد الدولي وخارجه لنقل مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر، مضيفا أن شركة المعارض العراقية هيئت كل السبل لنقل المباريات عبر شاشاتها وتهيئة أماكن مشاهدة المواطنين من زوار معرض بغداد وحتى الشاشات الخارجية في واجهة بناية المعرض. حجم المشاركة الواسعة للشركات العربية والأجنبية جعل معرض بغداد هذا العام جعله استثنائيا وسط جدية الكثير من البلدان والشركات أيضا بتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق. التفاصيل مع حسين ياسين. لليوم الخامس على التوالي تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي بنسخته 47 والتي صنفها كثيرون بالاستثنائية من خلال حجم المشاركة الواسعة للشركات والبلدان العربية والدولية ونوعية المجالات التي تضمنتها أروقة وأجنحة المعرض. مشاركة واسعة من هواي دول سواء بالخليج العربي أو دول ثانية، وكذلك فتح هواي أبواب للشركات تعرض منتجاتها بشكل حلو، مثل شركتنا مثلا مختصة ورائدة مجال العقارات طرحنا منتجاتنا بهذا المعرض. العراق والمحافظات بشكل عام هي بحاجة ماسة إلى الاستثمارات، كون الاستثمار هو المحرك الأساسي في اقتصادات الدول لا سيما في العراق، والمعارض والندوات ما هي إلا أداة لإيصال أو التنسيق بين الفرص الاستثمارية والمستثمرين. ومن الجوانب المهمة التي شهدتها دورة هذا العام جدية مختلف البلدان لتوسيع مساحة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، وعلى رأسها الجانب السعودي الذي نقل ممثلون عنه حرص المملكة على تعزيز فرص التبادل التجاري وخلق فرص جديدة لزيادة تصدير التجارب الناجحة والسعي إلى توقيع اتفاقات تنموية
بين البلدين. المملكة العربية السعودية في هذا المحفل تشارك بشكل قوي وكبير، فهي الأكبر جناح، وتشارك من خلال إبراز الصناعات السعودية في جميع المجالات الصناعية والبناء والمجالات الغذائية والعطور. أيضا نحن هنا في مجال التعليم، والتعليم صناعة للعقول. كمشاركات من سلطنة عمان الآن شاركنا بعدة قطاعات: البناء والتعمير، الحديد الصلب، وأيضا القطاعات الغذائية كالقمح والأعلاف الحيوانية، وأيضا زيوت السيارات اللي هي تعتبر الآن السوق العراقي سوق واعد جدا. ويتزامن انطلاق دورة هذا العام لمعرض بغداد الدولي في وقت تسعى من خلاله الحكومة العراقية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وهو ما يعطيها مساحة كافية من الأهمية. حسين ياسين الفرات، بغداد. للمزيد مشاهدينا ينضم معنا مباشرة من معرض بغداد الدولي مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية الدكتور مصطفى العاني. دكتور، نرحب بك معنا في المرصد الخبري. الملاحظ في هذه الدورة لمعرض بغداد الدولي حجم المشاركة الكبيرة الواسعة للشركات عربية دولية أيضا، شنو دلالات هذه المشاركة الواسعة دكتور؟ نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هذه الدورة متميزة بكل معنى الكلمة، فقد حظيت برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل السيد وزير التجارة الأستاذ أثير الغريري. تميزت هذه الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي بسعة المشاركات الدولية، حيث بلغت الدول المشاركة في هذه الدورة 20 دولة، فيما بلغ يعني مجموع الشركات التي شاركت سواء من خلال الأجنحة الدولية أو بمشاركات مباشرة أكثر من 840 شركة دولية ومحلية، والشركات العراقية أيضا، الشركات العامة والمختلطة وشركات القطاع الخاص. اليوم أيضا هناك نسبة كبيرة من الشركات، شركات الإنشاءات، شركات الطاقة في المعرض، شو اللي يمثل هذه المشاركة؟ بالتأكيد تنوع يعني هذه الاختصاصات والنشاطات للشركات سوف يتيح الفرصة بشكل كبير جدا لتبادل الخبرات ونقل التقنيات الموجودة في العالم إلى العراق من خلال الاتفاقات التجارية التي تبرم على هامش معرض بغداد الدولي. وهناك يعني كثير من الشركات تبحث عن مسوقين ووكلاء لها، ويعني تتم هناك لقاءات جانبية مستمرة متنوعة، حركة دؤوبة للشركات يعني لا تنقطع. يعني نشاهد عدد الزوار الذين يتوافدون إلى أروقة المعرض بشكل متزايد وكبير، مما يتطلب جهدا إضافيا ومضاعفا. هذا الملتقى الاقتصادي المهم حقيقة إزاء الانفتاح العالمي نحو العراق هو يشكل فرصة حقيقية وواعدة للشركات العراقية والشركات الأجنبية في أن تبرم هذه الشراكات والصفقات وأن تحقق مشاريع لها مستقبلها إن شاء الله وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد. أيضا دكتور، يعني استنبط الأمر من خلال كلامك، المشاركات الواسعة، هذه الدورة لأول مرة المملكة العربية السعودية طبعا هي تشارك بمشاركة كبيرة وشركات كبيرة أكثر من الدول القادمة إلى العراق. هل بات اليوم السوق العراقي برأيك بيئة مناسبة للاستثمار؟ بالتأكيد يعني اليوم هذه المشاركات الواسعة، وبالمناسبة يعني 20 دولة تشارك في دورة معرض بغداد الدولي، هذا الرقم لم يصل إليه معرض بغداد الدولي منذ عام 2003. فبالتالي اليوم
حجم المشاركة من قبل المملكة السعودية بأكثر من 140 شركة، هذا مؤشر واضح وقوي على صلاحية بيئة الأعمال العراقية. ممكن أنه الشركات تحط رحالها في بغداد والمحافظات، والشروع بمشاريع مهمة. بالمناسبة هناك يعني لقاءات وزيارات من قبل السادة المسؤولين والوزراء لأجنحة المعرض وبالأخص الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على التقنيات الجديدة المتنوعة، سواء في مجال الكهرباء أو البناء والإنشاءات أو التعليم أو الأغذية وصناعة الأغذية وإلى غير ذلك من الشركات المتواجدة. فالذي أريد أن أقوله أن بيئة الأعمال اليوم أصبحت مهيئة ومستقرة، وبالإمكان للمستثمرين المحليين والدوليين أن يستفيدوا ويستغلوا هذه الفرص، لأن مثل هذه الفرص لا تكون متاحة في أي وقت. ربما مستقبلا هناك توافد، وهناك خليني أوصفها باللهفة من قبل الشركات العملاقة ذات الأسماء اللامعة في السوق العالمية بأن يكون لها موطئ قدم في السوق العراقي. نعم، طيب يعني بسؤال أخير، هل برأيك اليوم العراق مثلا استطاع عبر هذه الفعاليات إيجاد شركات جديدة، شركات مناسبة ترفع من معدل صادراته السلعية غير النفطية؟ بسؤال أخير. بالتأكيد يعني الجناح العراقي اليوم يعني شارك ب 226 شركة، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص أو المختلط. الصناعات العراقية اليوم يعني محط فخر واعتزاز، محل فخر واعتزاز يعني فيها من الجودة وفيها من أسلوب التسويق ما يصلح للتصدير. وطبعا يعني توجهات الحكومة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم في دعم الصادرات والمصدرين العراقيين وتبسيط الإجراءات الخاصة بهم من خلال صندوق دعم التصدير الذي أيضا يرتبط بالشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، ومن خلال يعني تجاوز كثير من الإجراءات التي تعقد من أو تبطئ من عمليات التصدير وتعوق عمل المصدرين، نحن مما تجدر الإشارة إليه ساعين الآن في إنشاء معرض صنع في العراق في المملكة العربية السعودية وفي الدول الأخرى إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية دكتور مصطفى العاني، كنت معي ضيفا كريما من بغداد، شكرا جزيلا لك. عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني، وخلال الإيجاز الصحفي قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن مجلس الوزراء وافق على تمويل إقليم كردستان على وفق الموازنة العامة للعام الحالي وحسب الاتفاق الفعلي بأكثر من 618 مليار دينار، فيما وافق المجلس على زيادة سقف مبلغ الإقراض لصندوق الإسكان العراقي للمستفيدين من شراء الوحدة السكنية من المجمعات التي سيتم تشييدها من شركات وزارة الإعمار حصرا، ليكون 100 مليون دينار لكل وحدة سكنية، وزيادة مدة القرض لشراء الوحدات السكنية إلى 20 سنة. أفاد مصدر حكومي بأن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. المصدر أكد أن رئيس الوزراء سيشارك بالنسخة 54 للمنتدى التي ستبدأ أعماله في 15 من كانون الثاني الجاري، فيما تحمل نسخة دافوس هذا العام شعار إعادة الثقة، وستركز على الحرب في قطاع غزة إلى جانب قضايا ذات اهتمام عالمي مثل المناخ والذكاء الصناعي. وأيضا من المفترض أن يشهد المنتدى مشاركة رؤساء 100 حكومة وممثلي 1000 منظمة دولية.
في ختام المرصد الخبري نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.